السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جلبت المرأة وطفك بها مرتين يا شيخ. مرحبا بك يا أختي. أهلا يا شيخ. ما اسمك يا ولد؟ محمد. ما شاء الله على محمد، لا تخافي. قال لي شيخ انك بتساعدني، لكن لما ركبت السياره غم لي وجهي، وقال لي هذا مولاي شيخ كيبي، ما عرفتش علاش. نعم يا اختي، فوالله ما احببت ان تعرفي المكان، فانني اخجل ان تاتيني مره اخرى ولا يكون عندي المال. بارك الله فيك. سنساعدك ان شاء الله، ولكن هناك خدمة بسيطة يجب أن تقدميها لإخوانك المجاهدين. خدمة؟ خدمة شني؟ خدمة بسيطة مقابل مبلغ زهيد من المال وحرية ابنك محمد. خباب. نعم يا مولاي. أنت متأكد أن لما استدرست المرأة لهنا كان وجهها متغطي؟ من أول ما أخذتها من المطب غطيت وجهها، مستحيل أن تعرف المكان. مر وقت ما في شيء خبر، ما في شيء، شوف النائب حتى لو أن في أي حاجة. حاضر. الله أكبر، الله أكبر، لقد نفذت العملية بنجاح وفجرت الحقيبة. الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله. حيث أكد عميد البلدية أن الأضرار كانت مادية فقط، أضاف العميد بأن الانفجار لم يحدد بعد إن كان طبيعيا أو عملا إرهابي، ولا يزال البحث جار عن معرفة هوية مرتكبي هذا الانفجار أو أي معلومات أخرى تفيد ما حدث. نسأل الله السلامة لكل الشعب الليبي.